هنروح برضو للفن، لكن في المرة دي عايز أخدكم لشاشة السينما. فاكرين كويس قوي رواية أنف وثلاث عيون، رواية للأديب الكبير إحسان عبد القدوس. الرواية دي كانت سنة 64، يعني كانت موجودة في الستينات. ده تم نشر الرواية، ولكن تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 72، يعني كانت الرواية خلاص موجودة في السوق والناس قريتها وعارفاها. الفيلم كان من الأفلام الناجحة جدا، وكان فيلم الحقيقة جريء كمان يعني، وله رؤية كده مختلفة. وطبعا الفيلم بيعاد تقديمه بشكل جديد من خلال رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر كمان طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة القادمة. طبعا فيلم مهم، أنا شخصيا أحب أشوفه فكروا فيه إزاي. يعني إحنا بنتكلم على فيلم الرواية في الستينات والفيلم في السبعينات، وإحنا في ألفية تانية خالص، يا ترى وجهة النظر والأداء هيبقى عامل إزاي. البطولة للنجوم ظافر عابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة لعدد طبعا من النجوم موجودين مع أجيال جديدة هيبقى موجود. لكن الحقيقة الأجيال دي يمكن كمان ما تعرفش رواية أنف وثلاث عيون، أو كان عندهم فرصة إن هم تابعوا كمان الفيلم. الرواية دي لما يعني تم نشرها منعتها الرقابة لأنها كانت مثيرة للجدل وقتها، وكانت طبعا انتشرت سلسلة كده في مجلة روزا اليوسف، والكلام ده كان ما بين سنة 1963 و 1964 وقت ظهور الرواية، لكن ظهرت بعد كده للنور بعد ضغوط كثيرة من المثقفين والكتاب وقتها. يعني فضلت الرواية الحقيقة، ويمكن ده اللي خلى الفيلم تأخر شوية. يعني الفيلم جه في السبعينات لأنه كان في جدل كبير جدا على الرواية. خليني أروح للفنان المخرج أمير رمسيس ونسأله مزيد من التفاصيل. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني عودة إلى أنف وثلاث عيون بعد كل هذه السنوات، إيه المحرك إن أنت تعيد تقديم هذا الفيلم؟ يعني الحقيقه طبعا لازم اوضح الاول ان المبادره اللي انا حاببها جدا هي كانت مبادره من الشركه المنتجه اللي تحمست للروايه وعرضت الفكره على المؤلف وائل حمدي وعليا. والحقيقه يعني انا لما قريت الدرافت الاول اللي كتبه وائل، انا بحب الروايه جدا بالمناسبه، هي من الروايات الجريئه جدا لاحسان عبد القدوس، واعتقد كمان يعني في شكل العلاقات العاطفيه كانت يعني بره المتوقع جدا، وكان فيها جرأة او ذكاء في الطرح. كانت جريئه جدا في الوقت القديم جدا، يعني اكيد تحديدا في اللعب على نمط مخالف لفكره اللعب على العلاقات مع المراحل العمريه المختلفه. يعني صحيح، يعني متوقع دايما نوع معين من السرد، الروايه كان فيها سرد من نوع مختلف. وانا الصراحه لازم اقول لما اتعرضت عليا فكره كنت بقرا السيناريو او الدرافت الاولاني اللي اشتغلنا عليه اربع او خمس مرات لحد الدرافت اللي بنصوره النهارده في معالجه معاصره بتحصل يعني في يومنا هذا للروايه، كنت بقرا زي ما بقول بنيه اوليه ان انا اعتذر ان انا شايف ان الروايه صعبه ان تقدم في السينما، يعني أيوة. لان صحيح. شكل السرد بتاعها يعني اقرب ان هو يبقى مسلسل او حلقات منفصله. طب انا عايزه اسالك بس حاجه، الحقيقه اللي قريته واللي كتبه وائل هو اللي حمسني جدا ان انا اعمل روايه انا بحبها. يعني اكيد انا عايزه اقول لك حاجه، يعني هي كانت جريئه في وقتها، يعني الفيلم تم اذاعته في السبعينات وكان جريء حتى على ابطاله، يعني اعتقد حتى فنان الكبير محمود ياسين كان دور جريء بالنسبه له، ميرفت امين، نجلاء فتحي، يعني كان في الحقيقه عدد من الفنانين وكلهم كانوا بيقدموا ادوار جريئه. وانت بتعملها بقى في الزمن ده واختيارك، يعني في ظافر عابدين، في صبا مبارك، في سلمى ابو ضيف، يعني اولا يعني الزمن اتغير والمعطيات اتغيرت، هل الجرأة ما بقتش يعني بقت عادية، ولا برضو لسه الجرأة موجودة؟ يعني خلينا نقول ان هو لا زال فكره الروايه وفكره السيناريو نفسها جريئه بالنسبه للوقت اللي احنا فيه، بس اعتقد ان كمان يعني ان الاوان ان احنا يعني نتخلص من القيود اللي خلت الافلام المصريه تبقى مدجنه لمده 10 20 سنه، يعني بحكم التسويق مع انفتاح السوق مع اعاده الاهتمام بالادب اللي حصلت من خلال اكثر من عمل مبني على عمل ادبي. يعني اعتقد ان مساحه الجرأه دي بقت مفتوحه بالنسبه للجمهور المصري اللي بقى حابب تحديدا الاعمال المبنيه على اعمال ادبيه. لازم اقول كمان ان يعني شجعني جرأة المؤلف، اعتقد ان حتى كمان يعني احنا عشان اوضح احنا مش بنعمل فيلم بينقل احداث روايه، بس هو خلينا نقول بيتناص مع احداث الروايه، في شخصيات جديده، شخصيه اللي صابه مبارك بتلعبها شخصيه مش موجوده في الروايه الاصليه. يمكن بنحاول نفهم، يعني يمكن اللي عاجبني في اللواء العمل وفي السيناريو ان هو في محاوله فهم شخصيات الروايه بشكل مختلف، حاولوا تشريح شخصيات الروايه تحديدا شخصيه هاشم
للعبها الفنان محمود ياسين صحيح. بشكل مطابق لروايه في النسخه القديمه، واللي هنا يمكن بندخل تحت جلده اكتر، بنتعرف على يعني لا وكأن عارف بناخد عارف معاه رحله ايه لمحاوله التعرف على ذاته. يعني ده اللي عجبني صحيح كمان، ان احنا المسلمات اللي كانت موجوده في وائل اللي تليق بعمل ادبي، الانتربريتيشن العظيم اللي عامله وائل ده اللي حمسني ان انا اعملها، ان احنا بنفهم هاشم، بنحاول نفهم هو ليه الباترن علاقاته العاطفيه عامل كده. الحقيقه جرأة الممثلين اللي معايا صحيح. وشجاعتهم في تناول الشخصيات كمان يعني مين حاجه عامل حبيبها جدا. دور نجلاء فتحي؟ نجلاء فتحي الدور اللي هو شخصيه نجوى في الروايه نجوى القديمه، هي بتعملها في ظهور خاص بشكل اقرب لضيفه الشرف النجمه الكبيره دينا الشربيني. بس هو لازم اقول برضه ان احنا السرد عندنا مختلف عن الروايه، السرد يعني مختلف تماما. هي الروايه كانت بتحكي 3 محطات بشكل منفصل بشكل يليق اكتر بالمسلسلات يعني، بس احنا في الاخر احنا بنبتدي من العلاقه الاخيره من شخصيه رحاب اللي لعبتها في الفيلم ريم فيتامين اللي طلع معايا الفنانه سلمى يعني ابو ضيف، خليني اقول اللي انا انت بتنقل وجهه نظر تانية للروايه، يعني انا شايفه اكيد كده في تغيير، فانت عندك وجهه بنتناقش مع نظر الروايه مختلفه. وبنعترك معاها احيانا. خلينا نقول اكيد يعني اكيد في جمله كده استاذ داوود عبد السيد كان بيقولها، انه تقديم روايه لتقديم نص ادبي جيد في السينما الحل الوحيد انك تخون النص الادبي عشان تبقى وافي ليه، زي ما هو ايوه عمل في صحيح. كاس على مع فكره ملك يعني الخليل. انا بتفق معاك بانه كثير من رواياتنا الادبيه ممكن تقدم بشكل جديد وبوجهه نظر تانية للجيل اللي عايش دلوقتي، يعني هو هينظر للروايه ازاي، ياخد ايه ويسيب ايه ويشرح ايه ويعمل ايه. طيب بالنسبه لمواقع التصوير، يعني هم كمان كان عندهم جرأه وكان في تصوير، يعني مواقع تصوير مختلفه، هل انت برضو كان عندك الفرصه بقى انك تعمل شكل تاني يليق على وجهه النظر اللي انت تبنتها يعني؟ اكيد لان نقطه الانطلاق كانت ان احنا في الاخر يعني فعلا بنتناص مع الروايه ولا نعيد تقديمها مشهد بمشهد. ففي الاخر صحيح يعني احنا بنصور ما بين القاهره ما بين بيروت اللي هي كانت موجوده في الروايه الاصليه صحيح بس كانت موجوده عندنا موجودة. بشكل مختلف في الروايه. اظن في الاخر لا ان احنا نشوف عمل جديد، ممكن لو يعني يمكن لو الحب كمان ان احنا يمكن لو اذلنا الاسم ممكن ناس ما تربطوش ما بالروايه الاصليه. تربطوش هو عمل كأنها مكتمل، بتشوف فيلم هو عمل مختلف. مكتمل بذاته، سرد مكتمل من الالف للياء. في احالات في الشخصيات الاصليه موجوده، بس يعني انا لو شلت اسم انف وساسه عيون العمل اللي كاتبه وائل فعلا هو يعني قابل ان هو يبقى عمل قائم بذاته. واعتقد ان ده الصح في السينما، يعني اجمل الروايات اللي قدمت للسينما هي قدمت كده بخيانه صحيح النص الادبي عشان يبقى خيانة النص اوفياء الأدبي. لروحه. طيب يعني وانت بقى بتستعد للإخراج، تقطيع المشاهد، اختيار النجوم، هل رجعت للرواية، رجعت للفيلم، ولا فصلت نفسك تماما لأنك زي ما انت حضرتك قلت بتقدم حاجة مختلفة؟ لا رجعت للروايه طبعا كتير، وكان في مناقشات كتير على الروايه وازاي احنا زي ما بقول ازاي وائل قدر يخون الروايه ويكون وافي ليها في نفس الوقت. بس الفيلم لا، انا يمكن شوف الفيلم زمان جدا طبعا، يعني المخرج حسين كمال هو المخرج اللي انا بحب طبعا مسارهم طبعا في السينما المصريه جدا. بس طبعا لا في الاخر كنت مدرك من اللحظه الاولى ان ما ينفعش اشوف فيلم لان انا بقدم فيلم تاني، هو صحيح ابروتش تاني، تناول تاني. الروايه كانت مرجع لازم نرجع له احيانا، لازم نبقى قايلينه كويس ومحللين الشخصيات. بس لا الفيلم بس بعدت عن بالعكس انك حاولنا تشوف نبقى الفيلم، تبعد عنه تحديدا الزمن اتغير كمان، يعني تحديدا طبعا يمكن في وقت اكيد. صناعه الفيلم كان في ستار سيستم في مصر مرتبط بنجوم في مراحل عمريه معينه. مختلفة احنا بنتكلم عن روايه عن علاقه حب ما بين شخص في منتصف الاربعينات بثلاث فتيات في بدايه عشريناتهم او بشكل مناسب لاحداث الروايه. اصلا في وقتها في الستينات كان عندهم 19 سنه، يمكن ده كان صعب على صناعه السينما المصريه في وقتها. بس طبعا مع شكل الصناعه الحالي انا بقيت قادر ان انا يبقى معايا سلمى ابو ضيف في دور ادعي ان هي يعني هيبقى مبهر بالنسبه للجمهور في دور رحاب او عوبه. يعني انت شوقتنا الحقيقه، انا عايزه اشوف قد ايه انت خنت يعني النص الادبي، واعترف لك انه يعني كانت خنته من اجل ان اكون وافي لي. خلينا نقول ان ده اللي تكون عجبني فعلا في بالظبط التجربه، يعني ده يعني اللي تكون حمسني وافي التجربه لي. يعني. اكيد يعني اجيال جديده من حقكم النصوص الادبيه المصريه لادبائنا الكبار هي كنز نقدر نروح ونرجع تاني فيه. متشوقين للفيلم انف ثلاث عيون، السيناريو والرؤيه لوائل الحمدي والاخراج لامير رمسيس، بتمنى لكم كل التوفيق وطاقم العمل والفنانين، وان شاء الله بعد ما نتفرج يبقى لنا حوار تاني. بشكرك شكرا جزيلا.